مرحبا، أنا ديما من الأردن. امسكها. رتبتي ESDP DXN. بلشت الفكرة دخلت يعني بلشت بـ DXN قبل سنة وست شهور تقريبا. جابت لي بنتي حماية هدية منتجات DXN عشان أجربها. طبعا بعد ما جربتها حسيت بفايدة، ما كنت أعرف إن لسه في فايدة مادية. البداية كنت أفكر بس الفايدة من ناحية صحية. لما جربت المنتجات حسيت فرق على نفسي. فتلقائيا احنا كبشر مسوقين بطبيعتنا، نسوق المنتجات واحنا غير ما نعرف احنا بنسوق لها. يعني دائما اي شيء بيعجبك بتحكي عنه للناس تلقائيا، مش ضروري يكون في فايده ماديه. اي شيء اي مشروع، اي فكره، اي منتج، اي شيء بيعجبك بتحكي عنه للناس. فتلقائيا انا حكيت عنه لدار اهلي وقرايبي، ما كنت اعرف لغايه الان انه في ناحيه ماديه، في فايده ماديه. فجاني مسج على تليفوني انه في بونص. تفاجأت من الموضوع، ما عرفت يعني انه فكرت انه مش تجي رسائل على الموبايل. انه في بونص، ما كنت اعرف انه فعليا، لان في هنا نظام في ماليزيا ما في على الموبايل، يجي على الايميل على الرسائل. ايوه تفضل. فكرنا الموضوع انه يعني شيء بسيط مش راح يكون اكثر من هيك. بصراحه يعني انا مسكت قابل الاسعار، حكيت المنتجات غاليه يعني اذا حاخذها اخذتها. يعني جبت لي البنت حماي الهدايا، حكيت ماشي حق اقبل الهديه بس ما حرجع اشتري انه شو معجون اسنان هذا السعر، ممكن اجيب ثلاث او اربع معجون بنفس السعر. فما كنت مقتنعة بالفكرة، بس لما شفت إنه في فرق فعلًا بالمنتجات بلشت أستخدمها شوي شوي. بلش شهر على شهر إنه أقتنع بالفكرة أكثر لما شفت إنه في بونص. لما فهمت موضوع الشركة عرفت إنه في تسويق شبكي وإشي هيك، بلشت أقرأ وأبحث، ما خليت إشي إلا قرأت عنه. فعلًا ما كنت أنام، مع إني كنت أنا مشغولة يعني بأطفالي، عندي خمس أطفال الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، عندي وظيفة. مع ذلك هذا الإشي ما خلاني إنه أوقف قراءة، فضلت نقرأ عن كل شيء وأحضر شوفي أي شيء العلاقة بدي أكسر على يوتيوب أي شيء. صرت أحضر فجأة من بين الفيديوهات لقيت رقم أستاذ جمال مسعدي، تواصلت معه خبرني كيف إن أستغل الفرصة. فمن يوميتها صرت أسمع نصائح والحمد لله خلال شهرين صرت ستار إيجنت. ما شاء الله الحمد لله بالعالمين. وطبعاً شوي شوي لما شفت البونص قليل بعد فترة يعني بلشت أحكي خلص أنا رح أوقف المشروع، رح بصير بس مستهلك للمنتجات. ليش؟ ايش السبب؟ البونص قليل. لان في البدايه يكون قليل. الاخوه الجدد قليل، بيرتفع بقل البونص. فانا حكيت لحالي خلص انا حستهلك المنتجات وحوقف تصوير. كم قليل تقريبا؟ كم يعني 200 دولار 200 ايش؟ دولار. تعتبري قليل؟ احنا اسعارنا بالمنتجات ما دينار. انا عندي عيله بشتري لك كل بشتري كميه كبيره. طبعا في اليمن واحد من الاخوات ارسلت لي صوره 200 دولار وهي تبكي، تقول لنا مش مصدقه وانا في البيت في الواتساب صار 200 دولار. فهل 200 دولار هناك صعب؟ في السودان اخت عزيزه تكلمني، تخيل، قال اختي الان مدرسه من زمان ومترقيه، كم دخلها راتبها؟ 100 دولار. فالان 200 دولار عندكم بسيطه. بسيطه. 100 دولار الراتب في السودان. فيعني هي ده بتجيب فيها منتجات استهلاك 100 نقطه، 200 دولار بيجيبوا 200 نقطه تقريبا. فيعني انه هي مستهلكات شخصيه لإلي لبيتي، بحكيت خلص يعني بكتفي فيهم، باخذ منتجاتي مجانا واوقف. ففجاه وصلت مع الاخت هدى طهماس فبتحكي لي ليش وقفت نشاطك، كنت بالبدايه نشيطه. انت مجموعه الاخت هدى؟ اخت هدى طهماس. ما شاء الله. فبتحكي لي انه كثير يعني انه البنات اللي بلشوا معاكي بنصاتهم صارت اعلى منك وتجوزوكي مع انك كنت بالبدايه نشيطه. فلما درست الموضوع ببالي يعني بيني وبين حالي بحكي يعني فعلا شو الفرق بيني وبينهم، ليش هم صاروا وانا لسه. ففتشت عن نقاط ضعفي، فتشت وين في مشكله عندي انا، ليش هيك صار معي. اللي صار انه الواحد بالبدايه بيحكي لاهله زي ما حكيت لكم قرايبه، طبعا دائما الاهل والقرايب هم اللي بيرجعوك. يطلع واحد اثنين الباقيين لا وغيرهم هم اللي بيرجعوك لورا، بحبوا ياخذوا الاشياء يجربوها وبعدين ما بيرجعوا. بلاش وهدايا وتمضي. فكروا ان الشركه بتعطينا احنا المنتجات مجانا، ما بعرفوا انه احنا زينا زيهم ناخذ المنتجات بفلوسها. بحكي لهم احنا ما بناخذ المنتجات مجانا، ناخذ فلوس بدالها احسن، بدل ما ناخذ الدعايه، يمكن الدعايه ما تعجبنا، يمكن احنا ما بدنا هذا المنتج، بدنا شيء ثاني بداله. فالافضل ان ناخذ فلوس ونشتري بالفلوس منتجات ثانيه ان احنا بحاجتها، مش نحط عينات عندنا في البيت. فهذا الشيء افضل يعني من ناحيه الشركه انها تعطي بدل الفلوس احسن من تعطي بدل المنتجات. فالحمد لله بعلمين بلش أركز على الناس اللي بعاد عني. شفت صحباتي بالشغل، طبعا ما حد اقتنع بالوظيفة أنا بشتغل تمريض. شفت بلشت أشوف على الفيسبوك، يعني مرة واحدة نزلت إعلان بالفيسبوك الحمد لله جاني كثير أشخاص سجلوا معي. طبعا ما يعني ما تشجعت كثير بالبداية لأنه عارف إنه راح يرجعوا ينحبطوا. ف
ففجأة تفاجأت إنه في بنت تكلمت على الفيسبوك إجتني بعد بعد 4 شهور درست الفكرة كويس ورجعت ما شاء الله. هلا هي تقريبا تصير ستار روبي ما شاء الله. طبعا ما شاء الله هي قائدة رائعة من جرش غادة فريحات ما شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين إنه بلشت أتقرب من فريقي لأنه لاحظت إنه قوتي بستمدها من فريقي. أنا من غير فريقي الواحد ما بيصير من غير فريقه، لازم يركز على فريقه ويتعاون مع فريقه لأنه هو فريقه أساس النجاح. دائما الفريق هو اللي بيساعدك على نجاحك، ما تضلك ماشي لحالك، اختلط بفريقك، ما توقف ما توقف انت خلاص انا وصلت رتبه معينه ما مش بحاجه لفريق، بالعكس بتضلك بحاجه لفريقك. حشو ما وصلت رتبه بتضلك بحاجه لفريقك. الحمد لله رب العالمين انا فريقي رائع بفتخر فيه، عندي فريق مكون من عده مدن عندنا في الاردن، من جرش ومن اربد ومن عمان والعقبه، الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. وكل فرد بفرد من اعضاء فريقي مميز، كل واحده فيهم عملت لي يعني دفعه لقدام يعني من غير تعديل. اذكري اسمائهم عشان نحييهم، من هم المميزين في فريقك؟ ما شاء الله والله الحمد لله كل فريق مميز يا سلام. يعني بلتقي فيهم، انا عملت لقاءات سنه نلتقي كل شهر بالمكتب، ففعلا كل شهر في ناس بيجوا كل شهر بس على وجودهم، صحيح ما وصلوا رتبات معينه بس اصرارهم انهم بيجوا كل شهر معنا لغايه الان ما صار صار اجى، بس كل شهر تيجي على المكتب. يعني هذا الشيء بتفعني لقدام انه خلص هي عندها اصرار. نبيله مثل نبيله، في عندي ما شاء الله صباح، وعندي نجوى وغاده ما شاء الله كلهم قائدات، ونزيره ما شاء الله. احنا نحييهم وننتظرهم في اللقاءات القادمه. اللقاءات القادمه انت بشرتيني ان المره الجايه جاي فريقك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله المرات القادمه حيكون فريقي ان شاء الله. وما شاء الله الحمد لله بعمل في معي النزيرة، نزيرة أحمد ما شاء الله. يعني أنا وياها أكثر ناس تعاوننا في بناء الفريق ما شاء الله، لأنه كنا نتشاور مع بعض ما شاء الله وتساعدنا. طبعا الواحد مش ضروري هو يعلم فريقه، كمان هو ممكن يستفيد من فريقه أفكار ويستمد منهم أفكار، يستمد منهم طاقة إيجابية. كيف لقاءاتكم أنتم؟ يعني تعملوا محاضرات ولا تناقشوا سير العمل؟ بصراحة أنا بالبداية ما كنت أتقابل مع فريق نهائيا، الفيسبوك كلياتنا خلف الشاشة ما بعرفهم نهائيا. لما بلشت أتعرف أنا وياهم وزادت لقاءاتنا في المكتب كل شهر وقت استلام البونص، كلياتنا بروح نستلم البونص، إيش التلقائي رح تروح على المكتب. أنت بتحددوا وقت تستلموا مع بعض البونص؟ نستلم البونص مع بعض. نفس الأخوة النيباليين يجوا من شركات مختلفة ويجوا باصات، يجوا يستلموا الشيكات كلهم مع بعض ويجيبوا جدد معهم، فالجدد كلهم عطوا كل واحد يشوف يحسب يعرفوا ان الامور جاده، لان الشخص الجديد لازال يريد شيء يخليه يوثق انها فرصه حقيقيه. نعم فالحمد لله ممتاز. سدد نقاطنا نسحب بونصنا ونلتقي مع بعض نستمد طاقه ايجابيه ونشوف شو في افكار جديده ممكن نعملها، شو في اشياء تساعدنا. فالحمد لله رب العالمين هاي الفكره كثير كانت ناجحه، كررتها 3 مرات تقريبا. طبعا انا بحاول انه اخلي كل فرد من فريقي يجيب بونص عالي، هذا اساس النجاح، اساس انه الفرد اللي بيجيب بونص عالي مستحيل انه يترك في دي اكس، بالعكس يزيد قناعته فيها. والحمد لله رب العالمين انه وحتى كمان يعني صارت ست هدى كانت تساعدنا بالفريق، تلتقي معنا شهريا بالفريق، تدعم فريقها مع انه في بيننا وبينها اجيال، مع ذلك الواحد ما يتطلع ايش الجيل وبين. انا خلص الجيل الاول، في كثير ناس بلاحظها عندهم، خلص انا الجيل الاول بهتم فيه، الجيل الثاني ضروري اهتم فيه. يعني شوف الواحد بيهتم باجياله شو ما كانت، حتى لو كانت كثير بعيده، لانه ما بتعرف الخير منين يجي. زي ما حكى الاستاذ جمال، اجى على الاردن قبل 11 سنه زرع بذوره، ومثلا البطاطا بعد 11 سنه الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم ويبارك فيكم ما شاء الله. بس ايش استفدتي من المنتجات اولا اذا سمحتي؟ من ناحيه المنتجات بصراحه غيرت حياتي من ناحيه صحيه كثير، استفدت يعني صار عندي طاقه نشاط حيويه، فعليا زادت ساعات يومي، كنت دائما انه كسل وتعب وارهاق ومتى بدنا ننام، ونفسيه دائما تعبانه بسبب السموم المتراكمه بالجسم، بتخلي الواحد يبطل يفكر بطريقه سليمه، يبطل يركز ينسى اشياء هاي، وتعبان دائما تعبان. فالحمد لله مع المنتجات هاي الواحد استعاد صحته وطاقته. كان عندي شيء معين مرض معين الناس؟ لا الحمد لله بس صحه وحيويه ونشاط. صحه وحيويه ونشاط والحيوي بين عليش ما شاء الله، وكلها كذا القاده ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. طيب كيف بالنسبه لزوجك الكريم ابو عمر؟ هل هو فقط مستهلك؟ مستهلك فقط. ايوه، لان بعض الاخوه والاخوات يقول لك لازم هذيك زوجها قاعد يدعمها، وهذه والزوج يقول له زوجها مثلا ابو نعمان يقول له بس زوجها ابو نعمان يدعمها، ما له علاقه.
احيانا يكون الزوجين ما شاء الله مثل ابو نعمان وام نعمان، احيانا يكون الزوج مش نشيط، احنا الزوجه، فما في عذر لاي واحد انه يترك الفرصه بعذر معين. يعني الزوج يعني لو ما خلاني اجي ما كنت راح اجي، لو هو مش داعمني ما بخليني اجي، ما استفدت يعني. فعلا الزوج له دور. لا قصدي كحضور المكاتب وما طبعا كان يساعدني بالتوصيل احيانا، بالتوصيل لما كنت ما شاء الله اوصل للمكتب وشي هيك. اذا تحيه كبيره لابو عمر، والمرة الجاية نستضيف أبو عمر معكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الله كريم. بإذن الله إن شاء الله. طيب إيش خطتك المستقبلية أختي ديمة؟ خطتي المستقبلية إنه أشتغل على الفريق من ناحية العمق. لأنه الفريق إذا اشتغل من ناحية العمق راح راح تقوى جذوره. إنه يصير في قاعدة أساسية له، أما إنه أنا ظلي. قصدي أنت وصلتي ماسي خلال كم نجم خلال شهرين؟ خلال شهرين، ماسي خلال سنة وشهرين. ما شاء الله. السفير خلال كم؟ السفير إن شاء الله خلال 5 سنين. 5 سنين. اللي عنده قرش كلنا نسوي ان شاء الله اكبر. صحيح. طيب خلصت احكيها هلا، كلهم كانوا يبعثوا بروشورات انه انت نجم ماسي هيك، هذا البونصك راح يكون كذا، اذا كنت صار روبي بين كذا وكذا. انا بعث الرساله بين كذا وكذا. دائما ما تخلي انت بذهنك انه خلص هذا الرقم انا محدد فيه، بالعكس لازم يكون طموحك اعلى من اي رقم موجود بالقائمه. يعني فعلا انا اتذكر كيف كان ستار روبي، كيف كان بونصي 1100 دولار، الحمد لله بعد 100. يعني ما دخل الرتبه، يعني بستار ايجنت ممكن حققت بونص عالي حسب المبيعات. حسب المبيعات. انت كم الحين دخلش بالماسي على شيك؟ على شيك 850. طيب كم ريال سعودي يطلع؟ كم يطلع ابو احمد ريال سعودي ابو نعمان؟ كم او درهم الامارات؟ 8400. ايوه انا عامل الرساله بالنسبه لنا شخصيا انه بين 3000 و5000 الماسي. لكن قلت الوسط الاغلب الناس، لكن في ناس اكثر. بس لا انا اقصد وفي ناس في ناس ما عنده ولا دخل شيء. لا أنا في ناس بيحكوا لك خلص انا مش مستحيل يكون اكثر من هيك. هذا يعني انه احنا نوضح الناس انه خلص انه انت مش ضروري مقيد بالارقام، بالعكس ممكن يجيك رقم اعلى. يعني في كثير ناس بيحكوا لك انا هلا ستار روبي شو بيجيني بونص على حد كذا، بحكي لهم لا مو بتتخطى هذا العدد حسب مبيعاتك حسب نشاطك. يعني هو حدد السقف. ما في يعني. والجميل انك ما تربح مال الا انك تساعد الناس يستفيدوا صحيا وماليا. الحمد لله رب العالمين بفضل الله. ايش فريقك اللي استفادوا صحيا؟ ايش الاشياء الصحيه الرئيسيه اللي استفادوا فريقك؟ شوف هو بناحيه صحيه، او اللي لاحظتي انت من خلال وجودك في الاردن الناس امراض معينه او اشياء معينه، رغم انها اقول لهم مكملات غذائيه مش دواء. الغده الدرقيه اكثر شيء كثير استفادوا عليه من ناحيه الغده الدرقيه. الحمد طبعا بنت حماي الحمد لله بعد ادويه الضغط والسكري والروماتيزم سوري الديسك وقفتها تقريبا. كثير في حالات عندنا تشافت فخر الدم اشياء زي هيك، الشعر تساقط الشعر كثير تحسن حالات تساقط الشعر. يعني انا بصراحه كثير هذا ما بشجعها على انها علاجيه، انا بشجعها انه هذا مكمل طبيعي تستهلكه انت بشكل يومي. لانه اذا فكرنا فيها كعلاجات هذا شيء غلط. يعني هم ما راح يستمروا، الاعضاء الفريق نفسه ما حيستمر. يعني اساس النجاح انه الواحد يستهلك المنتجات، اذا ما استهلكت المنتجات ما حتنجح. يعني خلي انت دائما انه جسمك نظيف، الناس بتشوف الفرق عليك تقتنع من كلامك. يعني مش منطق انا احكي للناس والله هاي منتجات صحيه، بتطلع وجهي بلاقوني شاحبه او بلاقوني تعبانه او انه ما في طاقه. يعني مش قادر احكي، يعني بين المنتجات فعلا هي بتبين على شخص الواحد. انا اول ما جيت سويت محاضره في كجنج مكتب ابو احمد، فاول ما خلصت اسوي محاضره عن الصحه قال يا اخي اول ما تكلمنا عن الصحه خف الكرش حقك. واحد يقول لي ابو ياسين، فقلت لك كلامك صح، لكن شوف صوري قبل في الانترنت وبتشوف ان الكرشة خفت كثير. فاللي يشوفك في وقتك معين غير اللي يشوفك في كذا، رغم ان طبعا الكرشة الحمد لله امور طيبه. فكلامش مهم 100% بفضل الله عز وجل، ان احنا لابد ان احنا نضبط انفسنا نكون قدوه في الصحه وفي المال بالكذا. رغم اني انا شخصيا بالنسبه لي انا ما كنت مهتم بالصحه، انا كنت دافع الحريه، فكنت افكر كيف اتحرر من العمل يكون عندي دخل. لكن بعد فترة عرفت إن الله يعطيك العافية. طيب آخر سؤال بعد ما أترك المجال للأخوة، أنت الآن جيتي وكم من الأردن معاك من فريقك؟ جيت أنا وعضوين من فريقي. كيف أقنعتيهم يجوا يحضروا؟ إحنا بعض الأخوة ما يقدروا يجوا للمكتب هنا. هم ما شاء الله يعني. كيف الفكرة مشان نستفيد الأفكار؟ هلا بالنسبة للفكرة إنه نيجي على ماليزيا مثلاً نسدد نقاط شهر 9 مثلاً، شهر قبل وشهر لاحق. يعني تكون الزيارة بتكون نهاية الشهر بداية شهر جديد، يعني إنه أساس اللي لاحق الشخص اللي بدي يجي يسدد نقاط شهر قبل وشهر جديد، وفرصة إنه يجيب منتجات جديدة غير متوفرة عندنا في الأردن. يعني أنا الحمد لله برحلتي هاي ما جبت منتجات نهائية متوفرة في الأردن، لأنه ما حستفيد. أنا شو يعني مش هدف السعر أرخص، الهدف الفائدة الصحية.